كفنا بالكف بدل الكيلو نمشي لك نشبك كفنا بالكف بدل الكيلو نمشي ألف. صحيح. شوف شوف سبحان الله موضوع الجمال ترى أنا أذكر أني في كتاب اسمه عرفت الله بالجمال. يا سلام. عرفت الله بالجمال. سبحان الله. من هو له؟ لعبد العزيز أحمد القطان. عبد العزيز أحمد القطان. عرفت الله بالجمال. جيت فترة صار في سجن قضية من عام 2000 يقول من عام 2013 إلى 2017. بهالعزلة هذه ألف كتاب عرفت الله بالجمال. يا سلام. يقول الجمال ما هو شوف معنا في زنزانة يقول الجمال ما هو منظر فقط. جمال أشياء كثيرة جدا. وذكر حتى يعني بالقرآن ذكر أن الجمال قد يكون دعوة إلى الله أكثر من المعجزات. تذكر في حادثة في القرآن كذا دعوة إلى الله أكثر من أن دعوة إلى الله الجمال دعوة إلى الله أكثر من المعجزة. كلكم تعرفون لو بقولها السؤال بس عشان لو بقولها تعرفها على طول. إيه؟ انا فاهم بس ناسي ايش الجمال. إيه؟ دعوه الى الله قد تكون اكثر من المعجزه. ما المعجزه راح تكون دعوه الى الله. إيه صحيح. يشوفون معجزه يسلمون. صحيح. يؤمنون. قد يكون الجمال اكثر. فهمت الحين استوعبت السؤال. في حادثه في القران قصه يوسف. لا لا نبي يوسف. قصه نبي الله سليمان مع بلقيس. صح. المعجزة والشي جابوا العرش بلمحة بصر. نعم. وشافته بعدين دخلها من قوارير. نعم. هنا قالت آمنت يوم شافت الجمال جمال البحر والماء وتحته. فيقول لك قد يكون المعجزة الإيمان بالجمال أكثر من المعجزة. سبحان الله. الله دقيقة نشبك كفنا بالكف بدل الكيلو نمشي ألف.